هذاك ماشي صباح. ديجا هذاك الطفل ديالك اللي انت كتخرجوا باش دير ترونسبور ديال المدرسه راه كتسنى معاه في الباب، كتسنى واحد ترونسبور اللي يجيك في الظلام. ديجا داك لونفو ما شبعش نعاس، وديجا داك ليفور اللي انت فقتي فيه في الصباح بكري راه كترجعوا في الليل، يعني الطاقه راه ما احتفظتيش عليها، الطاقه نفسها. داكشي اللي كيقولوا راه حنا نقصنا الساعه غير باش نحتفظوا على الطاقه، اولا باش داكشي اللي شعلتيه الصباح تعاود طفيه لوغلوج ناتورال ديالك ديال جسمك اللي تزايديتي به واللي واحد المده وانت خدام به راه باقي بروغرامي. لكن انتي كتنعس مع 11 اللي هي زعما القديمه راه هي 12 وما عمرك ما غادي تبدل، يعني استهلاك الطاقه راه باقي كما هو. الضو راه غيشعل ديك الساعه اللي نتوما زايدينها راه غادي يشعل فيها عاوتاني. دوما ما عرفتش انا علاش هاد الزياده ديال هاد الساعه اولا النقصان. يمكن كان جاري اوروبا، اوروبا كيمشيو على النفع ديالهم، ما كيشوفوش شنو زعما حنا كنغادي، حنا تابعين لا طوندونس، ما تابعينش شنو لو بيان في ديال هاد لو سيتويان، حنا تابعين لا طوندونس. قالوا لينا راه غنزيدو ساعه نزيدو، قالوا لنا نزيدو نهار نبدلو لي سيمين سا غوفيان ميم بحال غنزيدو اللي بغاو. لا طوندونس هي اللي غادي بها المغرب، ما غاديش بور لو بينيفيك دو سيتويان. هادشي اللي كاين هاد الساعه ينقصوا زعما كي كان زعما الدراري زعما كاع الدراري الصغار وداكشي خصهم ينقصوا زعما خصهم يحيدوا. يعني بالنسبه لك، بالنسبه للكبار اللي عندهم عادي راه ماشي مشكل هذوك. اول حاجه بصراحه الساعه يعني خربقوا بها شويه عقليه ديال البشر المغرب ديالنا. يعني بصراحه هاد الساعه كون خلاو الوقت وقيت الاول غرينيتش غيكون احسن، لان بزاف الناس دوخوا لي ميموار كنشوف غير الوليدات الصغار. يعني في الصباح كينوضوا في واحد الوقت اللي صراحه السبعه كتكون ظلام اللي هي السته القانونيه، ومشكله كون خلاو لنا غير هذا الوقت باش انا كتنسجم وتمشي معاه. يعني كيخليو لك تقريبا واحد 6 شهور 5 شهور كيقول لك بمناسبه شهر رمضان غترجع الساعه القانونيه، والساعه القانونيه ملي كدوز بها واحد الشهر يلاه عقليتك كتمشي معاها، كيقول لك اذا ستعود الساعه الصيفيه وكيقلبوا لك الميموار. يعني كل مناسبه كيبقاو يقلبوا فيها. فبصراحه انا بالنسبه لي كمواطن وكي شعبي ولد الشعب، فانا نبغي الساعه تبقى القانونيه، لان خليها الا كانت كتعاون شي ناس موظفين فانها كتخرج على ناس اخرين. وكنتمنى الساعه تبقى القانونيه، وسمعت اخبار بانها غتبقى القانونيه وان شاء الله ترجع لنا الساعه القانونيه. امبوسيبل مستحيل انهم غيطبقوها، لان الا طبقوها كلشي غيتخربق والمغرب غيتخربق، واصلا بلادنا زوينه وغتكمل مع هذه الساعه الجديده. فانا بدون مفخره وصراحه التوقيت هما واخا ينقصوا تاع يقول لك يخلونا التوقيت الصيفي غتبقى لينا ساعه زايده، ما غاداش تبقى وانا متاكد منه مليون في المية، لان مهما صادقوا عليها ومهما قرروا غيرجعوا الساعه القانونيه. وانا كنعتبر الساعه القانونيه ديما في جيبي والساعه الجديده في ميموار. عندها المشكل ديال المدارس الصغار، عندها دوك العيالات الله يكون في العون اللي كينوضوا مع الصباح بكري الى اخره. الا بغاو يخليوها خص يشدوا الامن مزيان بون سبا. علاش؟ حيت ليكونومي خص الناس يكون فرد واعي، يدخل يشعل الضوء يخرج يطفي الضوء، خص تكون في الدم، هذا هو ليكونومي. ما تزيد ساعه ولا تنقص ساعه الى اخره جو بون سبا. ان على الدوله مسؤوله اولا واخيرا، لان مي كدير واحد الاجراء ولا واحد كتفرض على المواطن واحد الاجراء ما كتواكبوشي وكتصاحبو بمجموعه من الاجراءات اللي كتعوض لذاك المواطن، كتعوض ليه ذاك الحرمان من ذاك الاجراء اللي خداته. مثلا كما قلنا في هذه المساله ديال 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 الساعه عندها بزاف ديال المضار على المواطن، من اما كما قلنا انه المساله ديال ربما الليل المواصلات العموميه الانسان يعني تاع المستوى الصحه ديالو يعني ما كياخذش واحد الوقت كافي من النوم. يعني مجموعه من 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 من, من المسائل اللي المواطن ما كترجعش عليه بالنفع انت. وبالتالي ان احنا كنطلبوا من المسؤولون مثلا على هذا القطاع ولا هذه ياخذوا من 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 واحد الاجراء اللي مثلا غنقولوا حنايا كي هما كيقتصروا مثلا في في في, في, في الكهرباء في هذه. يعني يشوفوا قبل ما يوضعوا هاد الاجراء هذا يشوفوا المزايا ديالو والسلبيات ديالو، وخصوصا ان اولا واخيرا راه صحه المواطن وراحه المواطن راه هي المهم. يعني هاد الناس ملي كيجيو ياخذوا واحد الاجراء ضروري خص يشوفوا. انا شخصيا كيبان لي بان المضار والاضرار ديال هاد الساعه انها اكبر من النفع والمزايا اللي كترجع عليه. نقول لك انا بعدا كنفيق مع 4 ديال الصباح، كنتريني مع 4 ديال الصباح،
وكنو ملي كنتريني كنسالي كيود المؤذن كنصلي، ولكن هاد الساعه عاوتاني غتولي تنوض بكري، عاوتاني غتولي تنوض مع الثلاجه. هي صراحه مشكله واحد الشكل كبير على سميتو خايبه، راك شريف البوادي بشكل كبير، هما ما كينظروش لها بواحد الشكل كبير بانهم كينظروا لسميتو البوادي، كينظروا غير راسهم بشكل كبير والله، هادشي اللي كاين.